تطبيق اوريفلام فيها بزاف ديال المميزات اللي ما كاينينش في السيت ديالهم. غادي ندخلوا باش نانستالو لابليكاسيون ونتسجلوا بطريقه عاديه وسهله بالنسبه للناس اللي غيتسجلوا اول مره. كندخلوا البلاي ستور عادي، كنكتبوا اوريفلام، ردوا لي هالبال، راه كاينين بزاف ديال لي زابليكاسيون، ولا غادي تلقاو واحد الرابط اسفل الفيديو كليكي عليه وغادي يعطيكم مباشره التطبيق ديال اوريفلام يعني الرسميه. كنانستاليوها عادي، كنديروا لها اوفري، كتعطينا هاد الصوره ديال الواجهه الرسميه ديالها. غادي نتسناوها شويه، غنجيو يعني لهاد السهم ديال التحت، غادي نكليكيو عليه باش نختار الدوله ديالي. غادي نقلب ما بين الدول هنايا على ماروك، غادي تلقاوها بالفرنسي ماشي بالعربيه. هنا ايتوليزي ان انفيتي يعني الاختيار الاول، غادي ندوز هاد لي سلايدر، غادي نهبطو لتحت، غادي نلقاو روجيستي الاختيار الاول، غادي نكليكيو عليه. هنا الاختيار الرابع روجيستي مره اخرى، غادي نكليكيو عليه باش يعطينا واحد الفورميلير فين غادي نعمرو المعلومات ديالنا. هادشي بالنسبه للناس اللي غادي يتسجلوا اول مره في اوريفلام. بالنسبه للناس اللي ديجا مسجلين راه غادي نوريكم الطريقه كيفاش غادي تدخلوا لابليكاسيون، يعني نتوما عندكم الكود ديالكم وعندكم المود باس. غادي نتسناو هاد الفورميلير باش يتيليشارجا، غادي يعطينا فين غادي ندخلو الجيميل ديالنا. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الجيميل ماشي مشكل، ديروا اي جيميل، ولكن عندك الجيميل ديالك وعارفه من الاحسن تكتبيه هنايا في الخانه الاولى. هي غادي تبان دابا الكونيكسيون ثقيله شويه، هي بيانات الحساب. هنا غادي تكتبي الجيميل ديالك كما قلت لك، ما عندكش ماشي مشكل، ديري اي جيميل. الخانه الثانيه غادي نديرو فيها المود باس ديالنا، وهذاك المود باس خاصك تعقلي عليه ضروري، لانه باش غادي تدخلي من بعد لابليكاسيون ولا الكود ديالك في اوريفلام. gmail.com مود باس كيما قلت لكم، مثلا غادي غير واحد جوج مثلا. هنا كنختار الحاله العائليه مدام ولا مادموزيل. هنا الاسم الشخصي، الاسم ديالك يكون صحيح، الاسم العائلي يكون صحيح، الجنس فام ولا ام، رقم البطاقه الوطنيه تكون صحيحه ضروري في السين ديالك. هنا التاريخ الازدياد، اليوم والشهر والسنه يكونوا صحاح ديالك. رقم الهاتف المحمول حتى هما هو اي النمره ديالي انا، تكون صحيحه ديالكم باش غادي نتواصلوا معكم باش غادي يوصلوا لكم لا كوموند ديالكم. ها هي النمره ديالي انا اللي بغيت تواصل معايا 0608 45 40 10. هنا بيانات تسليم، يعني العنوان ديالك يكون صحيح كما هو كما مكتوب في لاكارت ناسيونال ولا في الورقه ديال الضوء ولا ديال الماء. غادي تكتبي رقم الشارع ولا اسم الشارع، اسم الحي ديالك، الطاج ولا العماره، يعني كتكتبي المعلومات كاملين. بالنسبه للناس اللي كاينين في الدوار ولا في المناطق ديال النواحي ديال المدن، كتكتبي حتى الجماعه ديالك والمقاطعه ديالك والدوار ديالك والمدينه ديالك. هنا في المقاطعة أنا مثلا في كازا غادي نكتب غير الحرف الأول ديال المدينة ديالي ك سي عفوا. الناس ديال أكادير غيكتبوا أ، الناس ديال العيون غيكتبوا إل، يعني كتب غير الحرف الأول هما كيكملوا ليك. المدينة كذلك، يعني أش من بلاصة في كازا، أش من بلاصة في العيون، أش من بلاصة في أكادير، يعني كتكتبي غير الحرف الأول، السيستم كيكمل ليك أوتوماتيك. هنا غادي نكتب مثلا حتى أنا سي، غادي نعاود نكتبها باش يعطيني المقاطعات اللي تابعين ديالي أنا، يعني لأن المدينة كتكون كبيرة. هنا غادي نكتب مثلا كاليفورنيا ولا عين الشوق ولا إنارة، غادي نختار كاليفورنيا. الرمز البريدي السيستم كيعطي ليا اوتوماتيك، اون فوا كنكتب المدينه ديالي كيعطيني الرمز البريدي بوحدو. هنا الرمز الراعي اختياري ضروري، غادي تكتبوا هذا الكود هنايا 3036897 ضروري، لان الا ما كتبتوش هذاك ما غاديش تدوز لكم التسجيله ديالكم. انا لقد قرات، غادي نكروشي على هذيك، ندير عليها نقطه خضراء، كنجيو لتحت كندير تسجيل، ومبروك عليك وهانتي تسجلتي وعندك الكود ديالك في اوريفلام. وغنوريك الطريقه ان شاء الله كيفاش غادي تدخلي لابليكاسيون بهذا الكود والمود باس اللي درت.